فريق تطوير موبينيل بيزنس اكتشف مشكلة جديدة. ودي نمرة 2 دي. دي نمرة عميل عندنا من بورسعيد أو نمرة واحد صاحبي أو كل شهر الشركات بتفصل بين المكالمات الشخصية والبيزنس. أنا ما عنديش وقت، أنا ورايا ناس تانية كتير. ده كلام بيزنس يا جماعة مش أي كلام، عايزين حل يريحهم وما يضيعش وقتهم. هنفصلهم من المكالمات، المكالمات الشخصية يطلبوا قبلها 10-10 وتتخصم من كروت الشحن، ومكالمات البيزنس تطلب عادي وتنزل على الفاتورة. افصلوا بين المكالمات وريحوا الشركات. الراحة دي وهنفضل دايما ندور على الأفضل. فقط لعملاء موبينيل بيزنس أنجح ناس.